ننطلق اليوم في مشروع كبير بالنسبة للولاية، 2400 وحدة سكنية لأول مرة منذ الاستقلال. ولاية ورقلة نقوم بإنجاز هذا الكم الهائل من السكنات، يعني نوفر سكن لائق، نوفر سكن ينجز في يعني مدة زمنية تكون معتبرة. 2400 وحدة سكنية من نوع الاجتماعي العمومي يعني السوسيال، يعني راه عدد لا بأس به.